قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. أخلف مساء الخير والأخبار المحلية. مساء الخير زميلي ياسر، مساء الخير زميلي عبد الرزاق، أهلا بكم مشاهدين إلى أخبارنا المحلية نستهلها من ولاية خنشلة، حيث انتشل سكان بلدية أولاد رشاش جثة الطفل أيمن زريبيا البالغ من العمر 13 سنة من عمق بركة مائية مهملة على أطراف المدينة التي يلجأ إليها الأطفال للسباحة وسط إهمال مطلق، حيث تم إخبار مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لأجل إجراء المعاينة والتحقيقات الأولية اللازمة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي الذي أمر به وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمحكمة رشاش لتحديد سبب وزمن الوفاة. عمر عامر رصد ذلك. والله يعني هي فاجعة عظيمة ومؤلمة جدا لفقدان هذا الطفل البريء الصغير جراء هذه المقبرة الموجودة في وادينا هذا بيزوي. ما نجمش دوك حنا دوك خدام على روحي، نروح نخدم على روحي ولا نجي نحسب الولاد ما نخليهمش يعوموا. ثاني العباد كم كيما هكا واحد ما نجمش ياس. دوك عندنا البص هذه في أميتين فيها أربعة من الناس. ما هي خطرة العام اللي فات مات فيها واحد، العام قبل اللي فات مات فيها واحد، ماذا بينا نجدوا السلطات تجي تلقى الحل البلاصة هذه، ماذا بينا كذلك نلقاو الحل البلاصه هذه. ما يكون يديروا لها الحجار ولا يديروا لها كشي بروضاج لهنا ولا يلقاو الحل وخلاص. لتصلك اخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسميه.